كتبت مواقع ذكاء اصطناعي، أكتر من 200 موقع ذكاء اصطناعي مجاني متجمعين في مكان واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم عن موقع حرفيا كنز، مجمع اكتر من 200 موقع ذكاء اصطناعي في مكان واحد، تقدر تستفيد منهم في شغلك وفي دراستك وفي حاجات تانية كتير. بس قبل ما ندخل في موضوع الفيديو، تنسوش لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا على الموقع. موقع النهاردة اللي هنستخدمه في الشرح هو easypeasy.ai، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. واول حاجة معانا لما بنيجي نفتح الموقع بالشكل ده، اولا بتسجل حساب عن طريق جوجل او اي ايميل تاني. انا عشان سجلت حسابها وعمل لي لوجن على طول، بتظهر معانا قائمه التمبلت، ودي فيها موديل ذكاء اصطناعي مختلفه تقدر تساعدنا في مختلف مجالات الشغل والدراسه والسوشيال ميديا وحاجات تانية كتير. لو جينا مثلا على القسم السوشيال ميديا، هنلاقيه بيقول لك باراجراف جنريتور، مولد باراجرافات، انستغرام كابشن يقدر يعمل لك الكابشن بتاعت الانستغرام، الانستغرام ثريدز بوست يقدر يكتب لك انستغرام ثريدز بوست، وحاجات تانية كتير. عندك فيديو ديسكريبشن لليوتيوب، عنوان لفيديو يوتيوب، وافكار لفيديوهات يوتيوب، وسكريبتات لفيديوهات يوتيوب او النقط العريضه، تيك توك كابشنز. تعالوا نجرب مع بعض اي حاجه من دول، وليكن مثلا فيديوز ايديا. زي ما انتم شايفين بيقول لك وات از يور فيديو اباوت، بتكتب له موضوع الفيديو بتاعك. انا كتبت له فوائد الذكاء الاصطناعي. هنا بتقول الاوتبوت او النتائج، انت عايز يطلع لك كام نتيجه، 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ انا هقول 1. اللانجويج عايزه يطلع بانهي لغه، في الانجليزي وفي العربي وفي كل اللغات تقريبا، اكتر من 50 لغه. معلش يا شباب لو مش واضحه الكلام ده لان عندي بطيء، انا عن نفسي هختار اللغه الانجليزيه، وبعد كده اقول له جنريت. زي ما انتم شايفين يا شباب طلع لي اكتر من فكره لفيديو عن الذكاء الاصطناعي، عن مميزاته وعن ازاي تقدر تستفيد منه. دي كانت اول ميزه معانا وهي التمبلت. طيب في اقسام تانية كتير نقدر نستفيد منها من التمبلت، زي البيزنس مثلا. من هنا يقدر يعمل لك هوك جنريتور، يعني ازاي تقدر تجيب مواضيع او عناوين ليها علاقه بالمنتج او البرودكت اللي انت بتعمله او الخدمه اللي انت بتعملها. في كمان طريقه الرد على الايميلات، في امازون برودكت ديسكريبشن باراجراف، لو انت بتبيع على امازون وعايز تعمل وصف للمنتج بتاعك عن طريق ان انت تعمل له باراجراف ومش عارف، فدي الخدمه دي هتوفر لك الموضوع ده. امازون برودكت فيتشر، من هنا بيكتب لك المميزات بتاعه منتج امازون اللي انت بتبيعه ده في شكل بولتس او نقط. ودي كانت اول ميزه معانا النهارده وهي التمبلتس والاضافات. تاني ميزه معانا في الموقع ده وهي اي اي ايمج جنريشن، تحويل النص الى صوره او التكست تو ايمج، سميها زي ما انت حابب تسميها. من هنا انت بتكتب الصوره بتاعتك عايزها تكون عباره عن ايه، انا هكتب له كات. من هنا بيقول لك انت الصوره بتاعتك عايزها تكون عباره عن ايه، فانا هكتب له كات. نوع الصوره او الرسمه عايزه تطلع ازاي، خلينا نقول 4K. لو عايز تخلي الصوره بستايل رسم معين، يعني زي بيكاسو او فان جوخ او ايا كان من الرسامين دول، فانت تقدر تعمل كده. من هنا بتقدر تختار مقاس الصوره، انا عن نفسي هسيب الاوبشن ده فاضي، وانا هختار الصوره ابعادها تكون مربعه ونقول له جنريت. زي ما انتم شايفين بيحمل معانا الصوره اهو، وزي ما انتم شايفين يا شباب الصوره طلعت يعني ممتازه جدا وكانها حقيقيه بالظبط. ودي كانت تاني ميزه معانا في الموقع ده وهي تحويل النص الى صوره او التكست تو ايمج. ونيجي بقى تالت خاصية معانا في الموقع ده وتالت ميزة معانا في الموقع ده وهي AI Transcription. يعني لو انت عندك كورس او محاضرة او انت بتسمع بودكاست وحابب تاخد منه ملاحظات او نقط تستفيد منها، فعن طريق الخاصية دي بتحول لك اي بودكاست او تسجيل صوتي على upload new، بيقول لك الفايل ده عندك ولا انت عايز تحول يوتيوب فيديو لملف مكتوب. انا هختار عندي Transcript Audio. انت بتقول هنا الملف بتاعك ده نوعه ايه، بودكاست ولا محاضرة ولا ميتنج ولا مكالمة تليفونية ولا اشياء اخرى، انا هختار اشياء اخرى. اللغات المتاحة هنا انا هختار انجليش عشان هو كان ملف انجليش. بتيجي هنا عند اختيار ملف، تختار الملف بتاعك، انا كنت محضر ملف. بعد كده بتدوس ترانسكريبت. من خلال الاوبشنين دول انت بتقدر ترفع جودة الترانسكريبشن او تحويل او الملف. وهنا بتديتيكيت سبيكر او بتتبع المعلق في الكلام، يعني مفيش هتلاقي فراغات او اي حاجة من دي في الكلام، هيبتدي يرفع الملف ويحلله. وزي ما انتوا شايفين يا شباب ده كده السكريبت بتاعنا او الفيديو بتاعنا بعد ما تفرغ منه السكريبت. تقدر تعمل حاجات كتير كمان بعد ما يطلع لك الفيديو سكريبت بالشكل ده، تقدر مثلا تعمل له ملخص، تدوس جنريت بالشكل ده وتنتظر شويه لحد ما يطلع لك الملخص. زي ما انتم شايفين يا شباب كده تلخيص للسكريبت بتاعنا. تقدر تضيف
بعض الملاحظات كده، مقسم لك السكريبت الفقرات، يعني المعلق اتكلم كل قد ايه وامتى سكت وامتى اتكلم في الاوديشنال، ودي حاجات اضافيه تقدر تضيف عنوان للفقره دي، عنوان للسكريبت، وكمان تقدر تضيف له وصف لو انت حابب تحول السكريبت ده او تعيد صياغته وترفعه على اليوتيوب. زي ما انتم شايفين كده شباب، كده بقى معانا عنوان ووصف، ودي كانت تالت ميزة معانا في الموقع الجبار ده. رابع واخر ميزة، وانا عارف ان الناس كتير قوي هتحبها، شات جي بي تي 4. ايوه يا شباب، شات جي بي تي 4. ايوه يا شباب، شات جي بي تي 4. للاسف يا شباب، اغلب الطرق ان احنا نستخدم شات جي بي تي 4 قفلت وبقت مستحيلة، ومفيش حل غير ان انت تدفع $20 لاوبن اي اي عشان تستخدم شات جي بي تي 4. فالموقع ده بيوفر لك شات جي بي تي 4 بمنتهى السهولة وبشكل مجاني تمام، زي ما انتم شايفين كأنه شات جي بي تي بالظبط. خلينا كده نقول له ستارت نيو شات، او نقفل القايمة اللي على جنب دي. خلينا نقول له مثلا هلو، زي ما انتم شايفين، نسأله هو ار يو، من انت. على فكرة تقدر تتكلم معاه بالعربي والانجليزي، بس انا بكتب بالانجليزي علشان اسهل يعني بالنسبة لي. زي ما انتم شايفين يا شباب، شات جي بي تي 4 بالظبط، تقدر تستفيد منه في كتابة مقالات، كتابة سكريبتات، كتابة افكار، كتابة فيديوهات، افكار كتير وحاجات كتير تقدر تستفيد منها من شات جي بي تي 4 في الموقع ده. وبس كده يا شباب، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد لو لسه بتتفرج على الفيديو دلوقتي. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو اتفرجت على الفيديو لحد الاخر فانت راجل محترم وحبيبي، وقول لي تحت في الكومنتات. وبس كده يا شباب، وسلام عليكم.